مرحبا. مثل ما عودناكم مشاهدينا عم نطلع عليكم يوميا بفقرة انفوكس، انا ومسيو روجي زكار، اهلا وسهلا فيك. كيفك جايل؟ اليوم رح نغوص أكثر بتأمين كفالة التجديد اللي بتخص المغترب اللبناني. صراحة كتير أجاني أسئلة عبر السوشيال ميديا عن هذا الموضوع، بدنا منك هيك شوية تولابوريت تالكل يقدر يفهم أهمية هذا التأمين. مظبوط، هيدي اليوم لكل مغترب لبناني كتير مهمة له وضرورية ولازم ياخدها. نحن كفالة التجديد شو يعني؟ نحن اليوم الحياه اللبناني قاعد عم بيشتغل بالبلاد العربية أو مغترب وحابب يرجع على لبنان، بس بده يرجع على لبنان مجبور ليأمن تأمين استشفاء، مجبور يعبي ميديكال كاستيونير يعني. وإذا إجا عمره فوق 60 سنة عنده صعوبة كتير ليلاقي حدا أو شركة تأمين تأمن أشخاص فوق 60 سنة. كفالة التجديد يعني الجارانتيد رينيوابيليتي أوبشن بيشتريها اليوم، وهيدي كفالة التجديد بتخليه لما يرجع على لبنان شو ما صار له خلال هالفترة، إن كان أي مرض، عم نحكي سرطان، مرض قلب، تخطى عمره 60، هو عم بيشتريها شو ما صار له خلال هالفترة، بس يرجع على لبنان يقدر يكون عنده محله مأمن بشركة التأمين عم تعطيه الاستشفاء كأنه كان هو مأمن عندها له 10 سنين. وهون دور أهمية كفالة التجديد، يعني بيجي على لبنان بيقول لهم هيدي كفالة التجديد، بتاخده شركة التأمين بلا ما تسأله أي سؤال طبي بتاخده وبيكون مأمن من أول نهار. بتغطي كافة أنحاء العالم؟ بتغطي بلبنان، بتغطي أكيد كافة أنواع البوليسة الطبية بلبنان، يعني شو ما صار له بلبنان عنده بوليسة التأمين كأنه مأمن مع شركة التأمين له أكثر من 10 سنين. هلا بدنا نوضح كمان كيف ممكن يحصلوا على النسخة الأصلية من البوليسة. مظبوط، نحن هيدي هي نحن من أول الشركات بلبنان اللي عم نعطي هيدي الميزة للبناني، لأنه اليوم اللبناني عايش لنسمي بدبي أو بالسعودية أو بيكون مأمن مع شركة تأمين بالسعودية أو بدبي، بده يرجع على لبنان بقى عنده بوليسة التأمين، نحن اليوم عم نعطيه هيدي الميزة اللي هو بيقدر يأمن ويجي بهيدي كفالة التجديد، ببوليسة كفالة التجديد، يعني بس يرجع على لبنان بيشتري بوليسة تأمين استشفى وكأنه له 10 سنين أمن بهالشيء. بسهولة تامة، رح نشوف سوا. بسهولة تامة، نحن اليوم كفالة التجديد يعني أكيد بفوت عبر الأبليكيشن. نحن بس يفوت عبر الأبليكيشن بنقل البرودوي يلي هو كفالة التجديد. التأمين المتجدد. لنبدأ. بس يفوت والسعر كمان بنقي اذا بده بريمير كلاس او دوزيام كلاس، وهون عم نشوف الاسعار، يعني عم نحكي $75 بالسنه ليكون عنده كفاله التجديد. كل شيء اللي بده يعمله انه يعبي معلوماته وبيشتريها وبتوصل له البوليصه دغري عبر الايميل وبتضلها محفوظه على تليفونه. شكرا لك، بعتقد صار واضح اكثر هلا المعلومات يلي الكل سالني عنها عن كفاله التجديد. بتشكرك، شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين، وملتقانا فيكم بالحلقات القادمه.